بسم الله الرحمن الرحيم. احمد مصطفى فرج، الفرقه الرابعه، طب اسكندريه، دفعه 2020. هتكلم الانف والاذن والحنجره، طب وجراحه الانف والاذن والحنجره، اي ان تي اناتومي. هنتكلم دلوقتي عن التشريح، الوضع التشريحي للاير للاذن دي بنسميها محاضره السلايد الواحده، لان كلها هتتشرح في سلايد واحده. شوفوا هتتعمل ازاي. نبدا بالاكسترنال، عايز الاول نقسم الاير لثلاث اجزاء: اكسترنال اير، ميدل اير، انر اير. اذن خارجيه، اذن وسطى، الاذن الداخليه. الاذن الخارجيه والوسطى دول مسؤولين عن الكوندكشن، التوصيل، لكن الانر اير ديت مسؤوله عن تحويل الاشارات الميكانيكيه وحركه الاجزاء وحركه الاشياء الى اشارات كهربائيه تستقبلها الاعصاب والمخ. يهمنا نشوف الاول الاكسترنال اير. الاكسترنال اير بيتكون من حاجتين مهمين جدا: الاوريكل اللي بتشد ودانك منها ديت، والاكسترنال اوديتوري كانال او ميتس اللي بتحط ايدك وصبعك وتلعب فيها المليانه شمع دي. نبدا الاول بالاوريكل. الاوريكل يهمنا فيه زي ما انت شايف كده، بيتقسم ابر تو سيرد ولور سيرد. دوت الجزء اللاترال اللي انت شايفه، اللي انت بتحط ايدك وصبعك فيه عشان توصل للكنال. ده يتقسم لابر تو سيرد ولور سيرد. ايه اللي بيقسمه لنا كده؟ قال لك حاجه اسمها كونكا. الكونكا يبقى الابر تو سيرد بيسميه ايه؟ سكافويد فوسه. سكافويد فوسه، انا احب الكيف، انا احب السكافويد واللي سقفه سقفه للناس اللي فوق قوي نسقف. يا سكافويد فوسه. قال لك يهمني بقى تعرف حاجه كمان، ان التلت اللي تحت، التلت تحت اهو اسمه تراجوس، حاجه بيترجى تراجوس. تلت التلت اللي تحت تراجوس، يبقى اللي فوق سكافويد فوسه واللي تحت تراجوس، اللي بيقسمهم حاجه اسمها كونكا. داير ما يدور بقى الجزء اللي بيلف دوت كله اسمه هيليكس، يقف لغايه التراجوس. كل داير ما يدور بقى الباقي ده اسمه هيليكس لغايه ما يوصل للتراجوس. الجزء اللي تحت بقى اللي ما فيهوش كارتليج، الجزء تحت الدهنه ديت اللي بتتحرك بتاعت الحلق ديت، دي اسمها لوبيول. قال لك الاير كلها الكارتليج، كارتليجنس غضروفيه ما عدا اللوبيول ديت الفات، وحته كمان مهمه جدا نقطه التقاء الهيليكس الداير ما يدور بالتراجوس عند الكونكا. دي بتبقى فايبرس تيشو، فبنعمل عندها انسيجنال انديوريشن انديورال انسجن. عايزك بقى تقول لي ان السكن بيبقى لازق في الكارتريج عن طريق اتاشد تو ايه؟ البريكوندريوم اوف كارتريج، فبيبقى ما فيش مساحه لاي حاجه لاي اديمه، فبالتالي بيبقى في البين بيبقى فظيع جدا جدا جدا. دوت كل اللي عايزين نقوله عن الاوريكل. لو هنتكلم بقى عن الاكسترنال اوديتري كانال، عايزك تقول لي ان طولها 2 سم ونص، 25 مللي، وبتتقسم لجزئين: اوتر سيرد كارتلاجينس اللي هي الخارجيه الصغيره ديت، والباقي عشان حمايه فلازم تبقى تلتين بوني عظام. قال لك هل كلها بتحط ايدك توصل للكارتلاجينس والبوني في نفس الوقت؟ قال لك لا، في مسار، في طريق للكارتلاجينس وطريق للبوني. الكارتليجنس ابورد باكورد، واحد بيعمل باكورد لورا كده، فالكرة بتيجي فوق خالص في السماء ابورد وباكورد، اللي هو باكورد الحركة العالمية الشهيرة ديت. لو ما تعرفهاش، بص حد بيشوط كرة لورا فجت فوق خالص، جميلة كده، جت فوق خالص وشاطها لورا، باكورد ابورد، دوت الكارتليجنس. لكن الجزء البوني بيبقى ايه؟ الجزء البوني بيبقى داون وورد فورورد، بيبقى ايه؟ داون وورد فورورد، دوت الجزء البوني. فدلوقتي لما اجي اعمل في الاكزامينشن، عايزين نخلي الكنال ديت استقامه واحده، استقامه واحده. يبقى تشد الاذن ازاي؟ تشدها لبره، طبعا مش هشد الاذن لجوه، بتشد الاذن لبره وابورد وباكورد في نفس الاتجاه بتاع الايه؟ الكارتليجنس، عشان اخلي الكارتليجنس يتحرك معايا، يبقى في استقامه
البوني، لان الجزء الكارتريج نفسه هو اللي بيتحرك مش البوني طبعا. عايزك تقول لي بقى ان في الاطفال بيبقى الجزء البوني مش ما بيبقاش بوني، البوني ما بيبقاش بوني صدقني بقى، فبيبقى بيبقى نوت فولي ديفلوبد. فيكفي جدا ان نحرك الاوريكل لتحت شويه بالحلق، مكان الحلق كده، احنا حاطين الحلق في البيبي الصغير شدها لتحت شويه. قال لك ومفيش كارتليج كمان في زي ما كان في حتتين في في الاوريكل ما فيهاش كارتليج، في حته كمان في الاكسترنال اوتيزيكانيال ما فيهاش كارتليج اللي هي بوستيريور سوبيريور، وديت من خلالها بيتنقل الانفكشن للايه؟ للباروتيد ريجون. باروتيد يعني ايه؟ الجزء اللي هو اللي بيحوط بالوزن اسمه باروتيد، بار يعني جوار، بيسايد نيكست تو، والاوتيد يعني اذن. قال لك بقى في حاجه كمان، الفيجاس نيرف بيغذي الاكسترنال اوديتري كانال، فدوت اثناء اللي ما نعمل اير ووش ممكن يحصل ايه؟ سينكوب وكف، ما تستغربش دوت بسبب تغذيه الفيجاس نيرف. فيجيو يعني غامض، دي بقى الفيجاس نيرف ده النيرف الغامض اللي بينتشر في كل مكان حتى في الاذن، كمان موجود في الاكسترنال اوديتري كانال فيسبب سينكوب وكف. كده خلصت اكسترنال اوديتري كانال. نتكلم على التمبانيك ممبرين، الاير درام. الاير درام ده عباره عن ايه؟ هو الجزء بقى اللي جوه ده، شايف الجزء البنفسجي الجزء الاخضر في الصوره اللي تحت دي، دوت الاير درام. الجزء الاخضر ده دوت الاير درام. اللي قال لك الاير درام دوت بيبقى ليه لمعه كده، بيلمع بيرلي جراي وشفاف ترانسليوسنت، واخد شكل كونكيف داخل لجوه شويه كده، ولما بتحط ايدك من صبعك كده انت بتدخله لجوه بيبقى كونكيف مقوس مقوس كده، واخد شكل الاوفويد ديسك، بيبقى في الدايمتر بتاعه سنتيمتر، وواخد اكيوت انجل مع الفلور بتاع الاكسترنال اوديتري كانال. التمبانيك ممبرين او الاير درام بيتكون من ثلاث اجزاء في معظم اجزاء في معظم نواحيه، بيتكون من اوتر ابيثيليال وميدل فايبرس عشان الحمايه والسماكه ويبقى سميك، والانر ميوكوزال. قال لك بيبقى في حته بقى ماسكه فيه عشان انقل الاشارات، الاهتزازات الهواء ديت تتنقل عن طريق عظام عشان توصل للايه؟ للانر اير، عشان تتحولها لاشارات كهربائيه وتوصل للمخ والنيرفات الاعصاب. قال لك بيبقى في عضبه اسمها مالوس. قال لك المالوس ديت بتبقى ماسكه في النص، في نص كده التمبانيك ممبرين تقريبا اللي فوق بقى، في النص اللي فوق يعني. الحته اللي ماسكه فيها ديت بيبقى اسمها ايه؟ امبو. امبو الهاندل اوف مالوس ديت تبقى ماسكه فيها الامبو. يعني ايه امبو؟ يعني السره، النص اللي فوق كده، زي انت نصك اللي فوق كده فيه سره، هنا برضه فيه سره امبو او امبلايكاس، دي التصغير بتاعها يبقى امبو. دي بيبقى عندها الكون الايبكس بتاعت الكون فلايت. فوق الامبو ده بقى بيبقى في حاجه اسمها بارز فلاسيدا او شاربنل ميمبرين. ليه سموه شاربنل ميمبرين؟ لانه ايه؟ اي حاجه شارب ممكن تفتحه على طول، نتيجه لان ايه؟ البارس فلاسيدا مفلس ما فيهوش فايبرس تيشو، يا دوبك ميوكس وابيثيليال. وعايزك بقى تعرف لي بقى ان الاطراف المارجنال بقى بتاعت الاير درام اللي فوق اسمها سالكس وانالس. لو هنتكلم عن الميدل اير او التمبانيك كافيتي، الميدل اير فيها اسم، في اسم تاني بقى اوضح ليها اسمه ميدل اير كليفت. ليه اسموه ميدل اير كليفت؟ لانه بيتكون من اجزاء كتير. ايه الاجزاء الكتير ديت؟ قال لك بيتكون من تمبانيك كافيتي، تمبانيك كافيتي وايستيكيان تيوب وماستويد انترم وماستويد اير سيلز. كل ده اسمه ميدل اير كليفت. قال لك الميدل اير كليفت دوت
بيبقى واخد شكل الاوضه اللي انت قاعد فيها، شكل ليها شكل مكعب، 6 اجزاء، المكعب بيبقى ليه 6 اوجه، هناخدهم بالتفصيل. قال لك بالنسبه للجزء اللاترال فهو محجوز، الاير درام التمبانيك ممبرين هو بيبقى واخد الجزء اللاترال زي ما انت شايف كده، الجزء الاخضر دوت التمبانيك ممبرين، الجزء اللاترال ده بيبقى الجزء اللاترال من التمبانيك كافيتي. قال لك قصاده على طول بيبقى اسمه ميزو تمبرم، يعني في النص ميزو تمبرم، فوقيه ايبي تمبرم، ودوت اسمه الاتيك، وتحتيه بيبقى الهايبو تمبرم. يبقى دوت اللاترال خلاص محجوزه للتمبانيك ممبرين. سوبيريورلي خلاص بقى الاير بقى فوقيها على طول المخ الميدل كرينيال فوسه. انفيريورلي البالب، البالب يعني بالب الكور الجاجلر الفين الاورده بقى الجاجلر فين بقى جاجلر بالب. الانتيريورلي دوت بيبقى الاستيكيان تيوب والكنال، بص اتنين حاجات مجوفه كده، كنال الاستيكيان تيوب، وممكن كمان تلاقي حاجه مجوفه مشهوره جدا الانترنال كاروتيد ارتري، حاجه مجوفه بتمشي فيها دم، او كنال فور ايه تنسور تمباناي اللي تتغذى بالمانديبولار برانش اوف تراجمينال نيرف والايستيكيان تيوب. بوستيريورلي هتلاقي الانترم والاتيك. الاتيك بيت الاتيك والانترم بيتوصلوا، الاتيك يعني صندره على فكره لو متعرفش، اتيك يعني صندره عشان ما يتفزلكوش عليك بس يعني. جميل، يبقى من فوق الايبي تمبرم دوت الاتيك بيتوصل بالجزء الوراني عن طريق حاجه اسمها اديتاس، مش اديتاس الشركه الرياضيه، لا اديتاس بتوصل الاتيك بالماستويد انترم اللي هو الجزء الوراني. وقال لك كمان الجزء الوراني بتفتكر لي النرفات بقى اللي نازله بقى ايه اللي نازله من ورا كده ناحيه السباينال كورد بقى ايه الفيشال نيرف نازل مستقيم لسه طازه من الايه من البرين، فبيبقى ليه فيرتيكال نازل طوال لي كده من البرين لتحت فيرتيكال، ده الجزء الوراني. لكن الميديال وول بتاع الميدل اير الميديال وول بيبقى ايه خلاص بقى الهوريزون الفيشال نيرف بيحاول يضم يكسر لجوه، يكسر الناحيه اللي جوه ناحيه الميديال وول، فبيحاول يبقى ايه هوريزونتال، بيحاول بيبقى هوريزونتال بارت الفيشال نيرف. بعدين تلاقي الاوفال ويندو اللي بتبقى عندها الفوت بليت الرجل الستيبز، عظمه من عظمات الميدل اير بيبقى اسمها ستيبس، هناخدها دلوقتي حالا. يبقى الفوت الستيبس تبقى ناحيه الشباك الكبير دوت اللي هو الاوفال ويندو. بعدين هتلاقي البرومونتري اللي هو الكوكليا، بيبقى البرومونتري المستخبي جواه الكوكليا بتاعت الانر اير، يبقى اصل الجزء الميديال ده كله ناحيه الانر اير، يبقى من فوق هتلاقي هوريزونتال بارت اوفيشال نيرف، بعدين تلاقي الاوفال ويندو، بعدين تلاقي البرومنتري بتاع الكوكليا، بعدين تحت خالص تلاقي الايه الراوند ويندو الصغير بتاع الايه اللي متغطي بالراوند ويندو من بين. نراجع بسرعه الميدل اير. الميدل اير زي ما انت عارف قلنا ديت بتتكون من اجزاء بيسموها ميدل اير كليفت. عايزين نشوف بقى الكافيتي، التمباني كافيتي بيبقى عامل ازاي زي الاوضه اللي انت قاعد فيها. لاترال بيبقى التمبانيك ممبرين، والتمبانيك ممبرين بيقسم لنا لايبي تمبرم فوق اتك صندره وميزو تمبرم وهايبو تمبرم. ورا هتلاقي
الاتيك بيوصل بالاديتس يوصله للماستويد انترم، فوق هتوصل للميدل كرينيال فوسة، تحت هتوصل للجاجرال البلب، انتيريور هتلاقي اليوستيكيان تيوب، وهتلاقي ثلاث قنوات مجوفه، قناه مجوفه فيها اليوستيكيان تيوب فيها هواء، قناه مجوفه فيها ماسل، قناه مجوفه فيها دم، اللي هم ايه؟ ماسل تنسور تمبراي ماسل، انترنال كاروتيد ارتري اللي ماشي فيه البلد. وعرفنا انتيريورلي، بيبقى عرفنا الدوت موجود انتيريورلي. اما الميديال، الميديال بقى دوت قصه كبيره، في نيرف خلاص بقى الفيشال نيرف بيحاول يقطم لجوه، يبقى هوريزونتال يبقى عرضي بقى في الميديال، بيحاول يقطم لجوه الفيشال نيرف. بعدين هتلاقي اوفال ويندو، الشباك الكبير اللي عنده الفود بليت بتاع الستيبز. بعدين تلاقي الكوكليا اللي فيها البروينتري. بعدين تحت خالص تلاقي الراوند ويندو. الكونتنت بتاعت الميدال اير ثلاث عضمات وليجامنتس وتو ماسلز. الثلاث عضمات دول اللي هم ايه؟ مالوس اللي هي ماسكه في الامبو ديت اللي بتبقى فوقيها، بتلاقي بارز فلاسيدا، يبقى مالوس يسلم للانكس، والانكاس يسلم للستيبس، الستيبس يسند على الاوفال ويندو بتاع الكوكليا الانر اير. يبقى هتلاقي كام جوينت؟ هتلاقي طبعا انكودو مانوال جوينت، انكودو ستابيديال جوينت، ستابيديال فيستيبولار جوينت اللي هو بين الفوت بليت بتاعت الستيبس والاوفال ويندو. وهتلاقي طبعا ليجامنتس وماسلز. الماسلز قلنا في خانال قدام انتيريور، انتيريور للتمبانيك كافيتي ديت بتبقى ال التمبانيك التنسور تمبراي اللي بتتغذى بالمانديبولار برانش اوف تريجيمينال نيرف. وهتلاقي ستابيديوس ماسل اللي بتحرك الفوت بليت بتاع الستيبس، بتبقى مسنودة على النك. النك هي اللي بتتحرك بالعضلات، رقبتك بتتحرك في كل الاتجاهات، فالنك بتتحرك بالعضلة. ووشك مليان غباء، الستيوبيد او الستيبس بيتغذى بالفيشيال نيرف. نبدأ نتكلم بقى عن اليوستيكيان تيوب. اليوستيكيان تيوب قلنا بتبقى موجوده فين؟ بتبقى موجوده في الانتيريور ريليشن للتمبانيك كافيتي. ديت تبقى قناه طولها 3.5 سم، 35 او 36 ملم. عكس بقى الاكسترنال اوديتري، معظمها الاكسترنال اوديتري كان معظمها بون عشان حمايه، عشان تحمي، عشان ما تلعبش بايدك فيها تتني الكارتلج ولا تعمل له حاجه. الاستيكيان تيوب لا، هي محميه، هي جوه اساسا، فمعظمها بتبقى التلتين بيبقى كارتيليجينس، ما عدا الجزء الناحي التمبانيك ممبرين بيبقى بوني عشان يبقى ثابت، ما يتحركش الكارتليج ناحيه الميدل التمبانيك ممبرين، فبيبقى بوني الميدل، بيبقى في سيرد بوني وتو سيرد كارتيليجينس ناحيه النيزو فارينكس لانها محميه خلاص. بتبقى في الاطفال وايدر وشورتر وهوريزونتال، وبتبقى اوطى ومتحوطه بليمفويد تيشو، فبالتالي بيبقى فيها نسبه اصابه اعلى بالامراض. بعدين تقول لي الماستويد انترم والاير سيلز، قال لك دول موجودين في الماستويد بروسيس. قال لك ممكن بقى ايه؟ بيبقى ديت فيهم هواء، اير سبيس كوميونيكيتنج، اير سبيسز كوميونيكيتنج. قال لك ممكن بقى يوصل لايه؟ للبترس كمان، ما تبقاش زي ماستويد بس، لا
ده ممكن يوصل ايه، يتبطر ويوصل للبيترس، او ممكن يوصل للزيجوماتيك ارش. قال لك ممكن يبقى ايه، مليانه هواء نيوموتنايزد، او ممكن تبقى ناشفه وسكلوريتك. نتكلم بقى عن اخر حاجه، الانر اير. والانر اير زي ما انت شايف كده الصوره اللي على ايدك اليمين تحت، بيتكون من جزء لافف حوالين نفسه، الكوكليا لافف لفتين ونص حوالين نفسه، وفي حتت وفي كانالز واقفه كده اللي هي السيم سيركنال كانال، ديت المسؤوله عن الانجلر موفمنت. انجلر موفمنت السيمي سيركلر كانال. السيمي سيركلر كانال دي بتبقى ايه، انتيريور وبوستيريور ولاترال. اللاترال ديت ممكن تتخنق وتبقى فيشله، الفيشله ممكن تبقى تتحوط بالسيركمسكرايبد لابرينسايتس، او ممكن تنتشر وتوصل للبري لمفاتيك تيشيو او فلويد، وتبقى ايه ديفيوز لابرينسايتس. هناخد الكلام ده بعدين. بقى في البوستيريور سيمي سيركلر كانال ديت ممكن يبقى يلزق فيها الجزء، يسبب لنا مشاكل جدا، جزء ينفصل من الانر اير ويوصل للبوستيريور سيمي سيركلر كانال، يسبب لنا مشاكل كتير جدا احنا في غنى عنها. وفي الانتيريور سيمي سيركلر كانال ديت ملهاش لازمه تقريبا، ملهاش علاقه بالاوتولوجي اللي احنا هناخده يعني. في بقى الجزء هوريزونتال اليوتريكل، وفي جزء فيرتيكال دوت اليوتريك اللي هو هوريزونتال، في جزء فيرتيكال اللي هو الواقف دوت ساكيول، ودول مسؤولين عن اللينير اكسلريشن او موفمنت. وبص اللينير اكسلريشن ال، وفيها لينير ال وان، يتبقى لهم ايه حرف الام ماكولا. لكن السيمي سيركلر كانال، سيمي سيركلر ديت تبقى فيها ايه سيركلر كي 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 اتنين، فيها اتنين حرف سي سيركلر، يبقى كريستا. والكريستا دي بتبقى واسعه في ناحيه، الناحيه دي اسمها امبولا. كلام فاضي قوي. قال لك الانر اير ديت متقسمه لايه، لممبرينس لابرنس وبوني لابرنس. والممبرينس لابرنس بيبقى فيه ايه اندولينف، براه بيبقى فيه بيري لينف، والبيري لينف بيبقى بور في الصوديوم، بيبقى بور في البوتاسيوم، لكن الاندولينف بيبقى ريتش في البوتاسيوم. وبص بيري لينف بي مع البي، بيري لينف بور في البوتاسيوم. بس كده، ده كل اللي عايز اقوله. وعايزك تعرف ان في الكرينيال نيرف رقم 8 الفيستيبلو كوكليار دوت هو اللي بيوصل بالاوديتوري نيرف الاشارات الكهربائية اللي واصلة عن طريق الكوكليا. ده كل اللي عايز اقوله في الشابتر ده. شكرا جدا جدا جدا، يا رب كنت وفقت. بالتوفيق. مشكورين يا جماعة، ميرسي.